سبحيه يا جميع كواكب النور. دير سيدة النوبين، المكان اللي موجودين فيه نحن هلأ، هالدير اللي عايش فيه 24 بطريرك ماروني، بينهم البطريرك المكرم إصطفان دويهي اللي رح يصير قريبا طوباوي ب 2 آب 2024. سبحي الرب من الأرض أيتها الجبال وجميع التلال، الشجر المثمر وجميع الأرض. البطريرك عايش بهالمكان وراح ورجع عدة مرات، من سنة 1670 يعني تاريخ مسار بطريرك إلى العام 1704 سنة اللي مات فيها تحديداً بثلاثة أيار، ودفن بالمكان الأقرب إلى الكنيسة بمغارة مارينا.